أقسم أشهر تفطر صائما، زينة شكر أشهر. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه، تحقق فدي غسل حرارة وخاطر في غفرتي. وشيت زيت أخذ ما فهم جنة ما أشهر. وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. زينة جرب طبعا زينة جمسة بصفي آخر. يش بساعة طويلة خاف في الدسكار زكو تيجي وزكى بأجرمي حتى الكير زكى بأجرم فشكير يش يمسى بقى زكوري تشيم هاش كما أجرمي بساعة مش تشكر أجحاك تشيم تشو زكوري وزكى بأجرم فشكير يش بساعة طويلة خاري ما فمينة شو قرآني يقام ما زي شو ذكر شو إلى آخره بساعة طويلة خاف برق أجحاك بس كما أجرم. قالوا يا رسول الله فعلا زيبو بايبو سك زيلم في رأج في الزب وفي يعني زاولي في رأج في الزب فعلا زيلم سيب شبطة وفي كحاقة حامش في صحابه مش سكر يعني أشبك زيلم يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. طيب زب زاولي في تيئب يعني توتب بعض ركة رأج يعني كروش تأخذ بسعبا قد شبطة تأخذ بسعبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك فاكس من دينار زرادين اليسر وليس عسر يعني زر أشكو الخير ساعة أشكو خزر بخفته قيل كتب ويبو بسماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مغطة لبن. مبسافر اللي تدي وزك بأجرم زينة جغر يعني أنا أشوف فقط وحزرني أشكال ألوان تخلو زمطة أشغو شكنار أرو بشقين كتما خرمنا أخي كبا أجمع بسافر بي تتيرو سقوب كبا أجمع بسافر بي تتيرو شجر شقوب كبا أجمع بسافر بي تتيرو وهو شهر شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. لا مغفرة بلا رحمة ولا عتق من النار بلا مغفرة. الله سبحانه وتعالى تدفي غضب تدفي غزدة ينفط قيوبته ينفط قيوبته ما إذا رحمنا الله عز وجل إذا أصابتنا رحمته عز وجل غفر لنا تدفينا تدفي غزتنا في تزيبته وإذا غفر لنا حمص تدفي غزرم حرام كسي غفيرم قسلك نرى أعتقنا من النار أعتق رقابنا من النار. الله سبحانه وتعالى جانا ما أعلم شيء سيد في غلغته يقول بسم الله من قلت لوجه نحي وجه خبص مشاهد حمينا فوقي بدني قفدي غزني قفدي غزني حرام يأبو يقبسجني يطعن جنة أهل وشنا قفر زنا جنة ما خلوش زنا. هذا منى المؤمن الصادق من خفف عن مملوكه فيه قال كل قرآن ثلاثة كتب إذا بسواد يعني يجي زعبه أبقى روحانيات يعني تسمى فيك فزي غسرا دنايا يعني تقف معاملة بين الناس تقف ألف تيوبت من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه وأعتقه من النار. إجمال المملوك تونو عبيد فش شفت مفدا يعني بس فرحنا مفدا وفشاكو مصلحة وملاجة وفشاكو قوية تخفيف وصفة بشرم يبوا نحاشك وصفة بشرم يعني يجي نحن حق من الجنو نجر نحاشك وفاق ونو ساعات وخل 8 ساعات وملاجة 5 ساعات وفش 6 ساعات وفش وفر نحن وفش إلى آخر نهداك ودزاك نحبارك ويد يعني أشرك وزارة فبشرم كيف يعني زارة فبشرم فدو فبشرم قصي إغوى أشرك وزارة فبشرم إغوى الله سبحانه وتعالى خلوش غفر الله لك تحم في غوكتي أفضي غزد إغوى وأعتقه من النار. كيف يعني أجرم أجرم عظيم بفضل بركة شهر رمضان بفضل الصيام. واستكثروا فيه من أربع خصال أربع أشياء في ربك يبقى
خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما. يا بيتون كيف في الحفظة لستي وقدرينكم في الشعر يعني أعكمتو في الزدقان الشعر سوزنة قرصتة حق يقعبر يعني فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. يا بيت التهليلة لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. كرز يا قنرم سوزنة حق يقعبو فرازوز الشعر استغفاري طبيقنا العالم. وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما يا نحل الشعب يا نحل يعني والشرطان تحرف عشر خمسة حجر يا نحل فأصب الترغة فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. بيت أتحم جنت أهل في شنو أدرس وجه نعوذ به من النار. الله أكبر الله أكبر. ونعوذ بك من سخطك والنار. أجمع زمان شخص ليكو يعني نحيا بابك مكسر نحيا بسار نحيا بحابو. ومن سقى صائما سقاه الله من حوضه. سريع الفرم يا بابا سينا جاء سريع الفرم فرم مع فرم زي ما فتر يعني سيدي جاي بسار بس تفكر بأجدر وإنما يعني كأجبرها. من سقى صائما سقاه الله من حوض من حوض الرسول عليه الصلاة والسلام. أخذ ما فرد حمري بفك من حوض الرسول عليه الصلاة والسلام شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. سيشش من حوض الرسول اللي بفك يبقى زي في رمز فاصل وصلاجتك يبقى أشهر ويبشت جنة المنزل.